بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. النهارده المحاضرة التانية لينا في لينوكس. المحاضرة اللي فاتت ما عملناش حاجة خاصة بلينوكس، احنا اتكلمنا عن أنواعه، العائلات اللي بينتمي إليها وهكذا، كلام نظري. فيديو ممكن الناس تتفرج عليه اللي ما حضروش المحاضرة اللي فاتت، سهل يتلم، مفيهوش حاجة، حكايات وكلام إيه بسيط. النهارده برضو يعني الموضوع قريب للحكايات، بس في جزء فيه حتة عملي، تصطيب اللينوكس نفسه، ولكن في جزء نظري. انا مقبل على ايه؟ يعني انا داخل ايه، همتحن ايه، ايه الكورس اللي انا همتحنه؟ فهو عندك اللي انت تمتحنه ان شاء الرحمن، او اللي انا هاخد فيه شهاده فيه، ماشي، اللي هي الار اتش سي اس اي والار H C. دول شهادتين في شركات مقابلة أو في شهادات مقابلة ليها بيديها ناس تانية زي ال بي اي والكلام دوت، ولكن خلينا في أقوى حاجتين في اللينوكس، أو يعني مش أقوى حاجتين، لأن في شهادات تانية غير دول تبع الريد هات نفسها، في شهادات أخرى، لكن انا بتكلم اقوى واحد بيقدم شهاده او الحاجه اللي ليها اسم. يعني لما تروح لشركه كبيره تقول لها انا معايا ريد هات، الناس بتبص لها بصه عاليه قوي، يعني بتبص لها بقلق كده. حتى هنا في ناس النهارده الشاشه عندك زرقاء، يا باسل اعمل ريستارت للراوتر والجهاز وادخل تاني. ما دي حصلت مع زميل ليك، اعمل ريستارت للراوتر والجهاز بتاعك نفسه وادخل تاني، ان شاء الله تظبط معاك. اذا برضه ما ظبطتش جرب ببراوزر تاني. اي فهم سي اس، دول اللي هم الشهادتين اللي احنا بنعمل له بنتارجتهم، او دول الهدف بتاعنا. الشهاده الاولى ليها متطلبات وليها سعر للاختبار بتاعها، والشهادة التانية برضو ليها متطلبات وليها سعر للاختبار بتاعها. وتفضل، هي الشهادة الأولى ليها متطلبات والسعر الاختبار بتاع المادة الواحدة $400، والتانية نفس الكلام. خد بالك بقى، $400 دول قابلين للنقاش. يعني ايه قابلين للنقاش؟ على حسب السنتر اللي انت هتمتحن فيه، هو بيعمل لك تخفيض، البارتنر نفسه هو بيعمل لك فيه تخفيض، وساعات بياخد تخفيضات كويسة. يعني بدل 400 ممكن توصل 300-350، ممكن اقل من كده شويه، على حسب ايه العروض اللي بتبقى موجوده. يعني دول فيهم ايه، فيهم كلام يعني، بس دول ماكسيمم برايس يعني بتاعك $400 هنا و$400 هنا. طيب ده بالنسبه لايه، تمن الاختبارات او السيرتيفيكيشن نفسها. طيب سيبك من تمن الاختبارات، همتحن فين؟ في سنترز معتمده، هنشوف الكلام ده دلوقتي مع بعض. يعني الكلام ده مش كلامه خلاص، لا ده احنا هنشوفه ايه. انا فاتح لك الويب سايتس بتاعتهم اهي تحت اهي، يعني فاتح لك كل الويب سايتس اللي انت محتاجها، ولكن بس خلينا ايه نقول كلمتين مجمعين على بعض. الاولى دي ملهاش متطلب، ليها ان واحد يبقى له في اللينوكس شويه، يعني مش ان هو مجرد ايه يعني يعرف ان في حاجه اسمها لينوكس، يعني يعرف. الثانية لا، لازم تكون معاك الأولانية، لازم يكون معاك الشهادة الأولى اللي هي الـ RHCSA. طيب واحد يقول لي دي اختصار لإيه؟ Red Hat Certified System Administrator. الله، ده نفس شبه مايكروسوفت Certified System Administrator بالظبط كده. الثانية هنا الـ RHCE Red Hat Certified Engineer. طيب خد بقى إيه الحتة دي، إصدارات اللينوكس، يعني الاصدارات نفسها، في مثلا دلوقتي كان في خمسه مثلا، الاصدار الانتربرايز كان في فيرجن 5.5.4. اي حاجه بس 5، يبقى في ريد هات 5 دلوقتي، في ريد هات، احنا في ريد هات، يعني احنا في النص دلوقتي، في ريد هات 6. في النص ازاي؟ يعني ريد هات 6.4 اللي شغال دلوقتي، فلو سيرتيفيكيشن. ما تجيش حضرتك، شوف بقى الصياعه بتاعتهم، ما تجيش حضرتك تاخد ال RHCSA بتاعتك في الريد هات سيرتيفيكيشن 6.4 وتيجي تقول لي ايه بعد كده ابقى انا نزلت 7 مثلا، تمام؟ سيبك من 4.10، احنا في 6، هو بيتكلم من انت في ريد هات 6، يعني سيبك من القصور اللي في اليمين.
طيب لان ممكن 6.5 مثلا خلاص برضو ما زالت 6. طب بقت 7 بقى اصدار جديد خالص مثلا 7.1 واتيفر زي ما يكون, حضرتك ما تجيش بقى تروح من امتحان الار اتش سي بتاعتك في 7.1, لا البس في الحيط حضرتك حاجه من الاثنين, يا تمتحن تاني تجدد امتحانك دوت وبعدين تروح ممتحن ده, يا اما بلاش يا حبيبي. يعني لازم تاخد الار اتش سي بتاعتك على الار اتش سي ايه بتاعتها, ما تجيش تقول لي انت واخد هنا في 6 دي في 6 ودي في 7, لا مفيش الكلام ده. طيب الشهادات دي بتكسباير افري 3 ييرز, كل 3 سنين بتكسباير. الله طب وبعدين؟ قال لك والله انت ممكن تمتحن اي امتحان من ريد هات يجدد لك الايه الاشتراك كمان 3 سنين. الله ده الشغل الشغل كده عامل زي مين؟ عامل زي سيسكو, عامل زي سيسكو. لا ومايكروسوفت بقت كده دلوقتي, الشهادات الجديده بتاعت مايكروسوفت 2012 ما هي بقت كده الاكسباير تايم بعد 3 سنين برضه, دي اخر معلومه يعني. كله بقى ايه, لا 3 years ونو مور بعد كده. طب واحد يقول لي طب وبعدين انا كل 3 سنين بتحل التحدي كلها؟ لا يا فندم بتحل امتحان واحد يا فندم, امتحان واحد. طيب يعني مش هتمتحن كل انت امتحنته, هو ماده يعني امتحن اي ماده اي حاجه في المجال. طيب خلاص ده مش مشكله, امتحن ماده واحده ماشي. اه نفس الكلام هنا في الار اتش سي اس اي والار اتش سي اس اي اللي هو ايه, ما ينفعش انا في اصدار خدت ار اتش سي اس اي وبعدين اروح في الاصدار الثاني اخد ار اتش سي اس اي, يبقى انت كده ايه ما ينفعش, ما يعديش عليك 3 سنين وما تاخدش ايه وما تاخدش منهم ايه شهاده. الاختبار شكله ايه, مرعب يعني وكلام من ده؟ الاولاني في جزء نظري وجزء عملي في السنتر اللي انت هتروح تمتحن فيه دوت, بس ما تخافش من العملي والكلام ده بتاعه ما تقلقش. انا الحاجات اللي هو هيمتحنك فيها مش صعبه قوي. انت الناس اللي خدت ام سي اس اي او ماشيه فيها ومشغل مشغله كويس, الكلام ده بالنسبه لها كلام عادي, مش هقول عبيط بس عادي يعني, تقدر تجيبه. ليه؟ لان هو مش هيسالك في كل التوبكس اللي انت درستها في الام سي اس اي, ده دي حاجات مفرده ثانيه يعني, مش هيسالك في حاجه زي الاكتف والكلام من ده الاوبن ال داب والحوارات دي, لا ده هيسالك في نقاط محدده هنتكلم فيها دلوقتي ان شاء الله. فالعملي كان مرعب زمان, انا قبل ما ادخل عالم اللينوكس مثلا كان في ناس اصدقائي داخلين قبلي كانت الهجايز في مصر كتير قوي عندنا هنا, كانوا الناس بتهجس بطريقه مش ممكن يعني. كانوا يقول لك ايه تروح تمتحنوا في انجلترا ومش عارف كان بيكلف حوالي 20 او 25 الف جنيه الامتحان, وهجايز بقى بتقعد تسمع هجس يعني. لكن الموضوع لا ده انت شايف هو الامتحان عملي اوكي, بس هنا موجود عندك متاح في بلدك ب 400 دولار مش فلوس بقى يعني كلام فاضي يعني. انت مقارنة ب 20,000 جنيه مثلا المادة والامتحان والكلام الهبل اللي بيتقال, موضوع مرعب. لو تروح انجلترا اقرب حاجة ليك تروح مش عارف, كان شوية هجايز كده. ممكن تلاقي بعض الناس ما زالت الهجايز دي ايه او الاساطير دي في دماغهم يعني, لكن انت لا في اي مكان في العالم موجود في كل بلد في العالم في سنترز معتمدة للكلام ده, لان هو في لاب عملي وريدي افيلبل مش يوم في السنة ولا بتاع, لا يعني موجود اني تايم, انت جاست تحجز معاهم و بتشوف الكلام ده. هشوف هنوري الناس ازاي بتجيب الكلام ده كله حالا ان شاء الله دلوقتي. تعال نفتح بقى السايت اهو, هنا دي السنترز حضراتكم اللي هي موجوده, ندي الناس اللينك اونلاين. ده السنتر اللي هو سنترز اللي موجوده هنا في مصر اهو, طبعا اي بلد تانيه موجوده في نفس اللينك دوت بس تختار البلد يعني. انا بس انا ايه انا خليني في مصر هنا اهو. هنا لينوكس بلس انفورميشن سيستمز, ده دي شركه وشركه ايه فاليو سيز, كان في ايجيبت ليرن تقريبا او مصر ليرن انفورميشن تكنولوجي فالي, ده برضو ايه شركه ثانيه. دول ثلاث شركات, اي حد منهم حضرتك ايه اتصل عليه او احجز من خلاله يعني, قول والله انا عايز امتحن امتحان كذا, والله اتفضل يا فندم طبعا هتعملوا لنا هتعملوا لنا تخفيض قد ايه كلام من ده, انت ايه انت ومقدرتك يعني معاك, وان شاء الله اذا احنا كنا عدد بنكلمه والله يا جماعه احنا معانا كذا واحد داخل الاختبار فبيكلف قد كذا بيعمل لك تخفيض يعني. طيب طبعا ده على مستوى العالم مش هنا وبس يعني, في بقى انت ايه شوف انت قاعد فين اختار البلد وتوكل على الله. ده القطاع بتاع ايه بتاع اوروبا فحطنا تبعهم يعني, ادي عندك السعوديه مثلا
للناس اللي من السعوديه. عارفين في 2 سنترز، الحي الدبلوماسي في قطر، مش عارف في سوري، الحي الدبلوماسي في الرياض، وعندك في الدمام. كينج فهد ستريت اللي في العليا برضه في الرياض، يعني اختبار في الرياض فقط، في الرياض فقط. المهم كل بلد طبعا، ما عندنا في القاهرة فقط برضه نفس الكلام. المهم شوف انت تبع ايه، وادي اللينك هيودي لك، هيوديك على البلد اللي انت من خلالها تقدر تختار. طيب ده كان بالنسبة، ده كان بالنسبة لأماكن، لأماكن الاختبارات بتاعت الريد هات العملي. طيب ايه ده واحد يقول ده عامله زي سي سي اي بقى كده في الشهادات بتاعته؟ طبعا قويه مش حاجه قليله. طيب هنا الفريكوينتلي اسكت كويستشنز، انت لو عايز تعرف اي حاجه هو هنا الفاكس، وطبعا دي اهي، ادي اللينك نفسه لو انت عايز تسال عن اي حاجه، بس ان شاء الله يعني اسال وان شاء الله ربنا يقدرني اجاوبك على اللي انت عايزه ريجاردنج البرايسز بتاعه الموقع، الحوار ده كله. نفس المشكلة عندك يا باسل. طب جرب متصفح تاني يا باسل، جرب متصفح تاني يا باسل، او نزل جافا جديدة، بس الاول جرب متصفح تاني. طيب هنبدأ بقى نقفل الصفحات المفتوحة لو مش محتاجينها. تعال معايا هنا، اوكي، ده ريد هات سيرتيفايد سيستم ادمنستريتور RHCSA، ده المطلوب منك في الكورس الاولاني، ده المطلوب منك في الكورس الاولاني. طبعا الكورس الاولاني ده احنا مش هندخل فيه قبل مثلا اسبوعين من دلوقتي. واحد يقول لي اسبوعين من دلوقتي، طبعا يعني احنا نعتبر دخلنا فيه، بس انا بتكلم ان انت مش هتدخل فيه بمعنى كلمه هتدخل فيه قبل اسبوعين من دلوقتي. ليه؟ انت لسه بتاخد فاندمنتلز، انت لسه بتاخد بدايات، فما ينفعش انط معاك فيه وانت لسه في في البلاله، ما ينفعش. فده محتاج ان احنا على ما ندخل في الار اتش سي اس اي وتجهز نفسك ليه، وان شاء الله تقدر تمتحنه قريب، مفيش مشكله معاك اسبوعين نبدا نمشي فيه كويس. هنا دول النقاط اللي انت المفروض تخرج بيها من هذا الكورس، ده الاوتلاين بتاعه، وده مش كلامي انا، ده كلام الشركه اللي عاملاه، اللي عامله النسخه واللي عامله المنهج نفسه. اول حاجه اندرستاند اند يوز اسينشال تولز for handling files, directories, command line environments and the documentation. تقدر ان انت تشتغل على command line، تعمل تشتغل فايلات، تعمل فولدرات، تنتقل تكابير من هنا لهنا، تشيل حط هنا في هنا كده، وده يعتبر fundamentals. طيب operator running systems، ماشي sorry operator running systems including booting into different run levels، نظام شغل اللي انت بقى تخش بالادمنستريتور، تخش باليوزر، مين اللي يعمل كلام من ده. ايدنتيفاينج بروسيس ستارتنج اند ستوبنج فيرتشوال ماشينز، تشغل فيرتشوال ماشينز جوه الجهاز، توقفها وهكذا. كونفيجر اند لوكال ستورج، تظبط بقى الدرايفات، وده درايف لوجيكال وده فيزيكال وده وهنعمل بقى ده برايمري ونقسم الهاردات، شغل كانك في مايكروسوفت، كانك نفس الكورس اللي انت درسته او اللي بعضنا درسه في مايكروسوفت. كريت اند كونفيجر سيستمز فور فايل سيستم اتريبيوتس ساتش از بيرميشن، نظام بقى البيرميشن زي فاكر ان تي اف اس بيرميشن والحوارات بتاعتنا والشير بيرميشن والحوار دوت، او الانكريبشن والكلام ده والاكسس كنترول ليست، الله كل الكلام ده معانا. ديبلوي تسطيب بقى، ديبلوي اند كونفيجر اند مينتين سيستمز وتصين السيستم اند سوفت وير انستاليشنز اند كور سيرفيسز، مانج يوزرز اند جروبز، ازاي تعمل يوزر وازاي تعمل جروب وهكذا. مانج سكيورتي، الله انكلود اس اي لينكس، خلي بالك ان اس اي لينكس ده مش موجود غير في الريد هات وفي دورة، لانه بقى انا عارف ده بتاع ان شاء الله. المهم لو خدت بالك، الله ده كورس بيقول لك ازاي تسوق العربيه، هيعلمك ازاي تسوق العمليه ماشيه ازاي، وتشتغل معاه ازاي، تتعامل معاه ازاي. طيب هنا بيقول لك بقى، بيكلمك عن الاختبار، الاختبار مده الاختبار ساعتين ونص، وان سيكشن، يعني مره يعني مش هتخش بقى وبعدين تطلع وتقعد شويه بره وبعدين ترجع تاني، لا هو مره واحده زي ما بقول لك هياخدوك على الحامي مره واحده، وان سيكشن ساعتين ونص. في ورقه ثانيه هتقراها انها ساعتين، بس هي بتوصل لساعتين ونص تقريبا لغير ناطقين باللغه الانجليزيه، بس هم في العموم يعني من الاخر ساعتين ونص
الاكزام بتاعك وما تسالش صعب ولا سهل، لانه هو ان شاء الله مش صعب، ما تخافش ما تخافش. طيب زي اكزام از بيرفورمانس بيزد، خد بالك هنا الاكزام هنا هيبقى بيرفورمانس بيزد. يعني ايه بيرفورمانس بيزد؟ يعني يعتمد على ان حضرتك هتنفذ اوامر مطلوبه منك. مينينج ذات candidates must perform tasks. معنى ذلك الكلام، معنى الكلام ده بيقول ان الكانديديت او المرشح او الشخص اللي هو انت حضرتك هتعمل تاسكس. فاكر انت لما كنت في الاعدادي وانت صغير، لما كنت بتدخل على غرفة العلوم بيتحط لك جنب المايكروسكوب، بيتحط لك جنبه ايه العينة اللي قدامك، واذكر مش عارف ايه وكلام من ده. فحضرتك كنت بتبص وتقول له ده كذا كذا كذا، او في ثانوي الكلام ده كنا بنعمله. على نفس الكلام، مطلوب منك كذا وكذا وكذا، اتفضل اعمل الكلام ده على الايه؟ على الماشين. يا نهار ابيض، ده انا خايف. خايف من ايه يا عم؟ مش انت بتعرف تفتح الجهاز وتسطب وتعمل وتقفل وكذا؟ هيسالك في الكلام ده، هيسالك في ايه يعني؟ هيسالك في حاجه مش صعبه يعني. هو عايز واحد مش حافظ الاسئله ودخل اخد شهاده وخلاص. طيب real world experience is available preparation for a for this hands on exam. ماشي، في هم بيقدر ينزل لك لو انت عايز تجرب شكل الاكزام من خلالهم، مفيش مشكله. بس ده كلام ايه؟ ان شاء الله باذن الله هنعديه بان احنا هنشتغل فعلا عملي باذن الله، وهتشتغل انت فعلا عملي. هنا بقى الحته دي بيتكلم عن الحته اللي انا قلت لك عليها قبل كده، الار اتش سي اس ايز سيرتيفايد اوريدي هات. الناس اللي معاها ار اتش سي اس اي او اللي هتاخد سيرتيفيكيشن فيها اوريدي هات انتربرايز لينوكس 6 اور ليتر، تمام، اور ليتر، ار considered current for 3 years. يعني الشهادة بتاعتك دي valid for 3 years. After that date on which the certification was earned، بعد 3 سنين دول current status can be extended by passing additional Red Hat exams. تحل لك اي حاجة من Red Hat والديت دوت يتغير لك تاني كمان 3 سنين. تمام. الاكزام بتاعك رقمه نزل جافا يا معلم، نزل جافا، اعمل انستول للو ونزل جافا. طب عملت ريستارت للراوتر؟ ما حصلت مع زميل ليك من شويه، عمل ريستارت للراوتر والدنيا اشتغلت، وعمل ريستارت للجهاز. لو ما عملتش اي حاجه من دول اعملها، ونزل جافا يا معلم، جافا جديد. طب اعمل انستول للبراوزرز اللي معاك ونزلها تاني. طب ما تدخل من موبايلك، ادخل من الموبايل، ادخل باتنين اكونت من الموبايل. انت مش كان معاك الايفون يا ولد؟ مش كنت تدخل معايا من الايفون؟ غيرت يا باشا. طيب ادخل على ايمن تيم فيور تشوف من خلاله، يعني اسمع من خلالنا واتفرج مع ايمن تيم فيور. ادخل على ايمن تيم فيور. RCSA exam EXA 200، ده الرقم بتاع الاكزام بتاعنا، رقم الاكزام بتاعنا في اللي هو ال RHCSA. يعني تتصل، الو السلام عليكم، انا عايز احجز RHCSA exam 200. طيب لما ضغطت انا عليه هنا بدا يطلع لك معلومات ثانيه، اللي هي ايه بقى؟ ان مده الامتحان ساعتين ونص. السيرتيفيكيشن اكزام از بيرفورمانس، بيعيد لك نفس الكلام ثاني. بص بيقول لك ايه، اللينس 2 اورز نوت ذس اكزام اكشوالي 2.5 اورز. اتس اوكي، يعني ساعتين، هو المفروض ان هو ساعتين لكن هو بيبقى ساعتين ونص الاختبار، معرفش ايه موضوع، لكن بيبقى المفروض يقول لك كلمه بريسايز محدده، بس ده هو ايه؟ كلام الموقع مش كلام انا. البرايس بتاعه $400، انت حضرتك اتفقنا ان احنا ايه ممكن تاخد تخفيض من ايه؟ الشركه. عايز والله انت تعمل انرولينج توداي وتدخل الاكزام، اتفضل حضرتك بتكمل وبتختار البلد وبتكمل الايه؟ الموضوع بتاعك وتبدا ان انت تحجز الاختبار.
طبعا ممكن تلاقي فاوتشرز وتخفيضات وحوارات مني ده كلام ايه موجود يعني. طيب ده كان بالنسبه للاختبار ال RHCSA. got 200 ده الاكزام بتاع خلاص مش محتاجينه. تمام ادي ايه الاكس 200 ده خلاص اتكلمنا عنه الاكزام يعني. ده الار اتش سي اي اللي هو الاكزام الاعلى منه اللي زي الام سي اس اي عندك. طيب ده بقى له متطلبات تانية. هي لازم يكون معاك الاولانيه وفي نفس الايه وفي نفس الاصدار. احنا دلوقتي في 6 احنا في ريد هات 6 يبقى 6 و4 ماشي بس كان 6 اوكي. يبقى انت لو هتاخد اس اي في 6 تاخد الاس اي في ايه في 6 زيها. طيب ريد هات سيرتيفايد انجينير ار اتش سي اي ماشي. ريد هات سيرتيفايد انجينير ماله از ا ريد هات سيرتيفايد سيستم ادمنستريتور معاه ده يعني هو ده لازم يكون معاه ده. تمام who possesses additional skills, knowledge, and abilities required of senior system administrator. ده كده بقيت senior. Responsible for Red Hat Enterprise Linux systems. An RHC capable of, ال RHC لازم يكون يعرف ايه بقى دي محتويات الكورس بتاعت الايه؟ اللي هو ال RHC. احنا اتكلمنا عن المحتويات اللي فاتت. لو خدت بالك الناس اللي بتدرس او درست القديم زي الويندوز اللي خدوا في الويندوز 7 و وجزء كده ايه من من الابلكيشن. لكن هنا بقى الانفراستراكشر هنا بيتكلم عن الانفراستراكشر. الثاني ما كانش فيه كلام عن الانفراستراكشر. هنا في الانفراستراكشر في الجزء ده او في الار اتش سي اي دوت هيتكلم عن الانفراستراكشر ومنها اهو اتفرج ايه المطلوب منك هنا. حتى الاوبن ال ده او الاكتف دايركتوري مش مطلوب منك هنا ولكن هو اوريدي ايه تبعنا يعني ان شاء الله هنتكلم فيه وهنبدأ هنشتغل عليه. طيب سيتنج كيرنل هنا بيتكلم كونفيجرنج ستاتيك روت. هنا بقى اتكلم ايه ستاتيك روت واخد بالك. طب والدايناميك والشغل الرامبنج الله ده هنشتغل روتنج عليه روتنج. طيب باكيت فلترنج الله ده هنشتغل ده انفراستراكشر بالظبط انفراستراكشر. اند نتورك ادرس ترانسليشن ناتنج الله ده هنشتغل ناتنج الله ده الواد بتاع سيسكو فاهم الكلام ده. ايوه الواد اللي خد ام سي اس اي او الام سي اي تي بي ما فاهم الكلام ده عنده راوتنج وناتنج والحوار الله. طب سيتنج كيرنل ران تايم بارامترز الله ده اشتغل على الكيرنل. هنا بقى ده جديد مش موجود في مايكروسوفت. كونفيجر ان انترنت سمول كمبيوتر سيستم الله لا دي جديده. طيب بروديوسنج اند ديليفرنج ريبورت ايه اون سيستم يوتيلايزيشن ماشي دي عندنا. طب يوزنج شيل اه ده جديده. لا ما تجيبش جديده موجوده في الايه في الام سي اس اي في 413 و14. تو اوتوميت سيستم ايه مينتنس تاسكس الله طب متشابه اهو الدنيا متشابهه. كونفيجرنج سيستم لوجينج انكلودنج ريموت لوجينج زي تدخل والريموت ديسكتوب والريموت مش عارف ايه. طب بس مست لينوكس بصراحه ان هو مش محدود في الويندوز بيحدوا لك عشان تدفع فلوس. هنا ما بيحدش حاجه بس طبعا حتى هنا في الريد هات بفلوس. ما احنا اتكلمنا عن الكلام دوت في الفيديو اللي قبل دوت كنا بنتكلم ان هو بفلوس مش فري. طب هنا كونفيجرنج ا سيستم تو بروفايد نتورك سيرفيسز انكلودنج اتش تي بي اتش تي بي اس يعني الناس بقى ايه تشغل تحط ويب سايت الناس تدخل عليه اتش تي بي اتش تي بي اس. طيب فايل ترانسفير بروتوكول اف تي بي الله ده شغل الاي اي اس عندك في مايكروسوفت. طب هنا اسمه ايه اللي بيتعمل على سيرفر اسمه ايه هنشوف بقى الاباتشي سيرفر والحوارات دي. نتورك فايل سيستم ان اف اس اللي هو زي مش ان تي اف اس ده زي الاس ام بي سيرفر او السامبا سيرفر او الشيرنج جميل. طيب سيرفر مسج بلوك اس ام بي اللي هو ده بتاع مايكروسوفت الاس ام بي سامبا سيرفر السيرفر ايه مسج بلوك ده بتاع مايكروسوفت. فازاي تكونفيجر عشان تتعامل مع اجهزه مايكروسوفت لان هو يعني زي ما انت في مايكروسوفت في درست ال ان اف اس هنا هتدرس الاس ام بي. السمبل ميل ترانسفير بروتوكول اس ام تي بي ده بروتوكول عشان تعمل عليه ايميلات ولو عايز تعمل ميل سيرفر سهل برضو بروجرامز كتيره جدا.
سكيور شيل شبه التلت بس اعظم شويه وفيها تقدر جرافيك يعني تحمل بيها جرافيكال انترفيس وتشتغل بيه. والنتورك تايم بروتوكول ان تي بي ان انت تعمل تايمينج سيرفر عشان يتحكم او يظبط التايم او يسنكرونايز التايم مع السيرفرات اللي معاك او مع ال اسف الرواتر والسويتشات والحوارات دي. هنا هو طالب منك كانديديت فور ار اتش سي ماست اولسو ايرن ار اتش سي اس اي. ده خلاص ماست بقى ما فيش فيها كلام. طب ما الكلام ده احنا قلناه certification on the exam Red Hat A Enterprise Linux R HEL Red Hat Certified Enterprise Certified Linux version. Candidate may take the RHEC exam 300 before RHEC SA 200. يعني ممكن تمتحن ال 300 ها ممكن تمتحن الاختبار ده يعني الاخير قبل ده بس مش هي كاونت before RHCSA exam but the RHCSA must be earned before RHCSA is awarded. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن تمتحن ال RHCSA الاول سوري ال RHCSE الاول وبعدين تمتحن الثاني. زي مثلا ايه واحد امتحن من امتحانات السي سي ان بي بس ما امتحنش السي سي ان بي قبل كده فهو خلاص خلص الاختبار بس مش هياخد شهاده الا لما يمتحن السي سي ان بي. نفس الكلام برضو هنا انت خدت الار اتش سي اللي هي اعلى جزئيه في الموضوع بتاعك. لا ده انت ايه لازم تاخد الايه الاول فهتفضل الشهاده متعلقه الا لما تاخد الايه الار اتش سي اس. واتفقنا ان ايه هو حتى هيقول لك الاكزام برايس كام دلوقتي برضه $400 برضه نفس الرقم يعني هم حاطينه يعني. طيب هنا بيقول لك ذا ار اتش سي اس اي اكزام كونسيستس اوف وان سيكشن اي لاستنج اب تو 2 اورز. ساعتين الامتحان بتاعك. The exam is performance based. يعني حضرتك هتقعد تشتغل في كام جهاز عليهم مشاكل معينة مش مشاكل يعني تاسكات معينة تعملها مش مشاكل ولا حاجة انت مطلوب منك تعمل كذا وكذا وكذا. طيب meaning that candidates must perform tasks on a live system. يعني معنى ذلك ان انت هتقعد على live system system شغال وتعمل عليه الكلام ده مش simulation. rather than answering questions. بدلا من انت تقعد تحل ايه اسئلة وخلاص كده about how someone might perform those tasks. لا ده تروح تعملها بجد مطلوب منك اعمل 1 2 3. طيب real world experiences is valuable preparation for this hands on a exam. اتعلم وتستمتع معاك. RHCSE is certified on Red Hat Enterprise Linux 6 or later are considered the current 3 years. برضه نفس الكلام هتقعد 3 سنين الشهاده بتاعتك ايه الا اذا لازم تمتحن اي ماده عشان تجدد ايه البتاع. لو دوست على الاكزام طبعا ايه اكس 300 بيعيد نفس الكلام مش هكرره بقى تاني مش هنقعد نقرا ونكرر. تمام ده الاكزام اوبجكتيفز اللي حضرتك بتتكلم فيها وهنا الامتحان ساعتين والبرايس $400. ساعات بيبقى فيه تخفيضات اتس اوكي يعني بس انا ما رشحلكش كل الناس اللي بالشكل ده بس يعني ممكن هنا ايه باي ممكن تشتري من عليه اكزام فوتشر ار اتش سي اي فوتشر مثلا اذا في اوكي ما فيش خلاص بس خلي بالك مش كل الناس ما فيش الكلام مع الفوتشر اوكي مش هتلاقي. طيب اوكي انت بتكلم السنتر عامل هو عروض وكلام من ده عايز توفر ماشي مش عايز توفر خلاص $400 وخلص الاختبار يعني مش قليل. طيب ده كان بالنسبه للايه للموديول الجزء الثاني من الكورس اللي هو ال RHCSA اللي تحت. طيب ده 200 خلاص اتكلمنا فيه انتهينا منه طبعا حضرتك المفروض تكريت لك اكاونت بحيث ان انت في ويبينارز تقدر تخش تدخل فيها بحيث ان انت لو عايز تعمل داونلود لاي اوبريتنج سيستم من عندهم تنزله دي حاجه ترجع لحضرتك. مش عايز تعمل اكاونت مش مشكله لو انت الشركه بتاعتك اوريدي شاريه ريد هات اتس اوكي اعمل كده مش شاريه خلاص مش عاوز انت بلاش خالص هو مش هيرد عليك اي على اي حاجه لو انت مش دافع فلوس يعني عشان تكون عارف. طيب
دلوقتي انا عايز نسخه ريد هات يا عم وعشان نشتغل بيها. يا سلام ده تؤمر يا قلبي، يا سلام ده تؤمر. ادي الايه، ادي الايزو فايل بتاعها، حضرتك هتعمل بس دبل كليك عليها كده وتنزلها. اوريدي طبعا انا بيقول لي انها نازله اهو، ادي الريد هات اهو انا منزلها، بس قال لها ايه ستوب، فمنزل لك ال 32 بت اهي اللي تحت اهي نسخه، وادي ال 64 بت. يعني هم بينزلوا، ما زالوا بينزلوا غير مايكروسوفت، ما زالوا بينزلوا ال 32 بت من الاوبريتنج سيستم ل 64 بت. حس ال 32 بت دي تشتغل على سيرفرات قديمه، ودي ميزه عندهم، مش عيب وحش ان عندك سيرفر قديم اوكي ممكن تقوم عليه نسخه زي كده. هم الناس عندهم فليكسبيليتي عاليه شويه. هقول لا طيب انا بصراحه مش محتاج ال 32 بت، هنزل ديت، فهعمل توقف لكله دلوقتي، بس بعد كده ايه هنزل ايه، هنزل ايه الايزو هي ديت واشتغل ايه عليه. بيني وبينك انا في حد ذات الموضوع يعني مش هشتغل عليها خالص اساسا، او ان احنا نشتغل عليها او نسطبها ونشتغل، ولكن مش محتاجها خالص. ليه؟ لانك انت عندك اللي متاح ومريح عنها، اللي هو مين؟ السنتوس. المتاح والمريح عنها اللي هو ايه؟ السنتوس. وهنشوفه ونسطبه حالا دلوقتي، وهنسطب ان شاء الله الفيدورا، وهنسطب كمان معاهم ايه اوبونتو، يعني هنسطب ثلاث نسخ ونشوف طريقة التسطيب بتاعتهم ماشية ازاي. انا ما يهمنيش ان هو يكمل في السطب بالنسبة للسنتوس، لكن يهمني الفيدورا تكمل، ويهمني ان الاوبونتو يكمل. لكن السنتوس اوريدي حوالي لك الخطوات لحد ما يبدأ يعمل انستليشن، وخلاص هو بقى يفضل يكمل، فاعمل له ديليشن واشغل لك المشين الاخرانيه. اما بالنسبه بامر الرحمن الفيدورا محتاج انت تشتغل، يعني نعمل ماشين، لان اوريدي المشين على فيرجن 19 مش معموله، ولوبونتو هنشوف عليه شغل معين دلوقتي هوريه لكم دلوقتي ان شاء الله. طيب في هنا بقى يوسفول سايتس، انت محتاج يوسفول سايتس، يعني محتاج سايتس تبسطني في لينوكس، تديني معلومه جديده. طب اعمل ايه؟ عندك لينك جميل زي ده اهو، هتدي لحضرتك ايه؟ هتدي لحضرتك افاده في مواضيع كتيره، يعني هتلاقي الناس دي بتخبط في كل حاجه هنا ماشي. مش في الصفحة، استنى اللينك ده. يا حبيبي ارحمنا بقى. ادي جوجل يا سيدي اهو. لينوكس يوسفول سايتس. هو 14 of the most useful sites اهو. وفي توب 10، تعال نشوف التوب 10 عليهم سايتس كويسه برضه. تاني برضه عليه 14 سايتس، يعني دول اللي ممكن تاخد منهم شغل كتير. ده غير الفورم بتاع التوزيع نفسها، ده لسه هنتكلم عليه. زي انت شغال اوبونتو هتلاقي في التوزيع نفسها فيها ليها فورم، فمفيدة جدا. يعني كبداية عندك لينوكس بيرج او جبل لينوكس، طبعا كلمة بيرج دي كلمة المانية يقصد بها كلمة جبل، فلينوكس بيرج ايه جبل لينوكس، وهكذا بقى وهكذا. نيكستات هيجيب لك الايه العشرة سايتس اللي انت ممكن ايه تستخدمهم في شغلك، هتتعلم منهم حاجات جديدة، تبوست فيهم مشكلتك وهكذا. وفي عندك برضو ال 14 دول برضو سوري،
مكتوب 16 فوق اساسا، بس هو ده مش سايت اساسا صحيح بيسوق عليه. لينوكس كيرنل نيبز، عندك لينوكس كويستشنز دوت اورج، اي سؤال انت عايزه في عنده في هذا الموقع، الفورم مثلا بتاعه الاوبونتو، بس عندك الفورم بتاعه الفيدورا والفورم بتاعه السنتوس، يعني الفورمز عموما يعني، بس الفورم بتاعه الاوبونتو عاليه جدا يعني فيها شغل عالي جدا. المهم ايه، دول اهم سايتس انت ايه هتتعامل معاهم. طيب انا دلوقتي انا راجل غلبان مش فاهم حاجه، وجاي واحد يقول لي مثلا يعني عاوز انزل نسخه لينكس بس مش عارف ايه هي. خلاص انت اوريدي المحاضره اللي فاتت كنت اللي هي كانت اول محاضره قلنا فيها التوزيعات. طب تعالى انا جديد يا عم وعايز افهم، اقول له بولش مثلا لينكس وايه الابونتو، دي توزيع من توزيعات اللينوكس، حضرتك ما حضرتش المحاضره اللي فاتت صح؟ حضرت المحاضره اللي فاتت عشان كده طلع لي كنافه النهارده. لا اتفرج على الفيديوهات بتاعت المره اللي فاتت هتفهم التوزيعات والهبل ده كله، ده كلام فاضي وهتشوفها معانا، انا هتشوفها هوريها لك دلوقتي. بس حتى المحاضره اللي فاتت هتفيدك في حته ايه يعني، في شويه كلام نظري يهبل قوي بس ايه هتستفيد منه ان شاء الله. هنا البولش لينوكس دوت اورج من احد المواقع الجميله اللي هتستفيد منها. انا عايز مثلا اعمل تشويس للاو اس، فهنا بيكلمك بيقول لك الاوبونتو والبي سي لينوكس والجينتو. طبعا الجينتو من انيل النسخ ما انصحكش بيها دلوقتي لما تكبر شويه، فهقول له هنا ايه تشوز او اس ماشي. هو هنا المفروض ان هو بيبقى ايه في بيعمل لك كومباريزون ما بين الاوبريتنج سيستمز اللي انت هتختارها ايه وبعضيها. المفروض ان هنا في شاشه كومباريزون لينوكس ديستريبيوشن او لينوكس كومباريزون، فهنا بتختار بقى ايه تقول له انا طب انا ايه الفرق بين الاوبونتو نسخه توزيعه الاوبونتو او نسخه الويندوز سوري لينوكس الاوبونتو والفيدورا كومبير. فبيبدا ان هو هنا هيبدا يقول لك والله يا فندم الجنرال فيتشرز هنا وهنا. انت بتبدا تجمع بقى معلومات، ابدا ان انا هبدا بقى اعرف بقى اهو. Ubuntu is an ancient African word meaning humanity to others، معناها كلمه افريقيه قديمه معناها ايه الناس يعني الانسانيه يعني ترحموا بالناس. A distribution founded by Mark مش عارف كذا كذا ماشي. اوكي. هنا في دورة is a general purpose system، system بشكل عام. It doesn't concentrate on one specific market، مش شغالة يعني مش بتاعت سيرفرات بس ولا بتاعت كلاينت، لا بتاعت كل حاجة. أما الأوبونتو في منها أوبونتو عادي وأوبونتو سيرفر، خد بالك. طيب هنا it is suitable for both home users, programmers and the corporate servers. In each case it requires some customizations. However, it is the price that needs to be paid for a trying to be good everywhere. Sorry, for everyone. يعني الكلام ده والله هي بتحتاج شوية customization تظبيطات بس شوية عشان تشغلها في اللي انت عايزه. الأوبونتو أسهل في التعامل، يعني أنا هختار أوبونتو نسخة الأوبونتو سهلة شوية في التعامل، لكن الفيدورا أصعب منها شوية، ولكن هي بتغطي كل احتياجاتك. يعني نسخة فيدورا ممكن استخدمها في فور ديسك توب كذا سيرفر وهكذا. طب واحد يقول لي طب الفيدورا مين، انت مش بتتكلم عن ريد هات، ما دي المشروع المستقبلي بتاع ايه بتاع الريد هات اللي احنا بنشتغل عليها والشهاده اللي احنا بنتكلم عنها. شركه ريد هات هي اللي عامله فيدورا برضه، هي اللي بتصرف على الكوميونتي بتاع فيدورا، بتنزل نسخه او توزيعه الفيدورا والكلام ده اتكلمنا عنه المحاضره اللي فاتت بقوله دلوقتي تاني. بتنزل نسخه الفيدورا للناس، الناس بتبدا انها تشوفها وتتفرج على الجديد اللي فيها، بعد سنه بعد سنتين بالكثير بتبقى نفس النسخه دي بقت الريد هات. هو طب واحد يقول لي طب ليه الريد هات متاخر؟ لان الريد هات بينتظر ان النسخه تبقى ستيبل. يعني ايه ستيبل؟ يعني هي لوحدها كده هتبقى ستيبل؟ لا، لان لما بينزل بقى تحصل مشاكل تبدا تتصلح وهكذا، يفضل ينقحوا في النسخه وبعدين بعد كده ينزلوها للناس.
فهو من الاخر انت فار تجارب بيجرب فيك نسخه الفيدورا وانت واخد انت واخدها على كده مش ده طالما واخدها ببلاش ما تقعدش توجع دماغنا. هما من الاخر ده الايه ده الحوار عشان ما يقولكش ان الناس دي يعني ملائكه ولا كلام. مفيش حد ملاك مفيش حد ملاك. طيب ولكن هو نازله تحت ايه لايسنس انها ايه اوبن سورس ومفتوحه لكن هم عالم صايع جدا وفاهمه هي بتعمل ايه عشان بس ايه محدش يقول لك لا ده فري ومش فري ما هي. طيب واحد يقول لي طب فرضا طب وانا كده مش هينفع في دول يبقى لازم اجيب ريد هات وريد هات بدفع له فلوس في السنه. لا انت ممكن تجيب سنتوس وسنتوس مش هتدفع له حاجه وهو الريد هات واتكلمنا على الكلام ده وقلنا الموضوع ده المحاضره الايه اللي فاتت. يعني ممكن تشتغل بسنتوس بدل فيدورا. فيدورا دي خليها لنفسك لكن كشغل سيرفر هتشتغل بسنتوس عشان ايه ستيبل ومفيش مشاكل. طب واحد يقول لي طب الكورس هنشتغل عليه في ايه يا فندم؟ سنتوس او فيدورا او ريد هات كل واحد بس احنا بعض التاسكس مش هنعرف ننفذها على الايه على ريد هات عشان هتحتاج ابديت ومش هنعرف نعملها. الفيدورا هنعرف السنتوس هنعرف ان شاء الله فمش فرق. طيب التكنيكال انفورميشن هنا بيقول لي الام دي 64 الاي 386 البي بي سي مش عارف ايه. اه هنا يعني نسخه الاوبونتو نازله لايه؟ في حد بيتكلم صوته بيقطع مين؟ الو الو ايه في المايك عندي بس خلاص. طيب تعالى بقى مش معايا هنا بيقول لك ايه ام دي 64 واي 386 ماشي ال 64 بت والايه وال 32 بت الله. طب ايه البي بي سي والحاجات دي؟ هنا بيتكلم عن يمكن الموقع ده مش متحدث شويه وهنا يعني المعلومات دي من 7 8 سنين الواحد عمال يقراها. طبعا ده كلام في الفاضي يعني هو الموقع على فكره ده مش معمول لابديت يعني هو بنفس الشكل الخلقه دي والشكل ده من 2008 ولا 2007 من واتيفر من اول مره دخلت انا عليه. طبعا المفروض في اركتكتشر اكتر من كده دلوقتي الارم وحاجات كتير جدا. المهم هنا بيتكلم عن ايه؟ بيقول لك الابونتو بتنزل على ايه؟ فممكن يقول دلوقتي النهارده بينزل على موبايل دلوقتي في موبايل نازل عليها لو دخلت على موقع ابونتو هتلاقي نازل موبايل نازل التابلت وخلي بالك التابلت هاردوير مختلف عن الاوبريتنج عن 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 الايه؟ عن الويندوز العادي. تمام؟ طيب عن سوري عن السيرفر العادي او البي سي العادي. هنا نفس الكلام بي بي سي اكس 386 اي 386 اللي هو 32 بت وبرده 32 بت و 64 بت والسبارك سبارك ده كان بتاع الابل ينفع تنزل على الابل يعني ممكن اخدها وادخل على ابل وايه واسطبها. ماشي بس لازم يكون في ايرور ايه بروجكت برنامج ايه تسطبه. المينيمال هاردوير ريكويرمنتس الابونتو انا محتاج له على الاقل 192 ميجا من الرامات ومن الهارد 450 ميجا. الكلام ده كتر شويه يعني المعلومه دي قديمه شويتين. هنا يقول لك ايه على الاقل 200 ميجا هرتز للرامات. لا الكلام ده ايه سو اولد. فلذلك هنا انت هتعرف معلومات او كومباريزون بس الكلام ده اتغير. الكلام ده اتغير يعني مش هيفضل كده بس هنا هتاخد اصول هتعرف شويه اصول حاجات او بمعنى اصح هتاخد خبره قديمه ودي نقطه مهمه برضو. تيجي تقول لواحد مثلا في شركه انت سنك النهارده مثلا سي مثلا 35 سنه مثلا او 36 سنه يا عم في سني انا دلوقتي تيجي تروح للشركه وانا لسه متعلم لينكس بقالي اسبوع مثلا يعني وبدات اتعلم او مش بقالي اسبوع يعني بقالي شهر وبتعلم مثلا وعايز اروح شركه ف انت بالك قد ايه؟ الحمد لله انا بقالي فتره طويله. طيب فما قلتلوش بالظبط تحديدا قد ايه بس جاي اشتغل معاه لا الراجل شايف ان انا كويس بيقول له طول يقول لك طول الفيدورا دي كانت بتنزل على 200 ميجا هرتز وبتعمل كذا بتديله معلومات قديمه جدا يقول لك لا ده الواد ده ايه ده الواد ده حكايه الواد ده فاهم معايا. طيب عدد الباكجز اللي بينزلها هنا بقى المفردات كل ده كلام فاضي ايه انت ايه هتقعد ايه تشد معاه جوجل. عندك برضو حبيبك ايه لينوكس ديسترو ووش برضو
نفس الكلام برضو. من المواقع العالية جدا، وهتلاقيه في recommended 14 او 16 ويب سايتس. هنا بقى بيكلمك عن اللي بيحصل، هنا بيقول لك النهارده حصل ايه، ما انت مش هتقعد بقى تلمني المعلومات من بره من الشارع، لا انت هنا محتاج موقع زي ده كل يوم تروح تبص عليه. النهارده يوم 25/10 نزلت النسخه الديستريبيوشن دي الكيويزي، تمام، 25 اكتوبر نزلت اللي ايه الاصدار دي امبارح، تاريخ امبارح نزل نسخه ايه الالتيميت اديشن بتاعت مش عارف ايه يوم 25 اكتوبر. يوم 21 اكتوبر ديستروتش ويك ويكلي ده الاعلانات الاخبار يعني. السنتوس مثلا نزلت يوم 19/10 نزلت ايه اصدارة جديدة معايا يا رجالة. طيب هتعيش بقى حياتك مع الراجل ده، هتتعلم منه ايه، تتعلم منه كتير. اوبونتو جينوم ديستريبيوشن ريليز اوبونتو جينوم 13/10، ما كانش فيه اوبونتو جينوم لكن نازله اصدارها اوبونتو جينوم، بصراحه حاببها جدا، بس والجينوم كمان جميل، بس انت ممكن تنزل نسخه وتنزل عليها الجينوم اللي هو الانترفيس الخارجي للجينوم. تعال هنشوف الكلام ده كله مع بعض دلوقتي ان شاء الله. واحد يقول لي اه طب ما انا بدل ما اقعد انزل، طب ما انزل النسخه دي على بعضها واخلص. بالظبط اهو، اتفضل يوديني عليها وايه ده الجينوم اللي احنا هنشوفه مع بعض. اوبونتو نازل عليها الجينوم، والله ما هتفرقها ما بينها وبين الفيدورا، مش هتفرقها، هي بيزد اون دابيان وهي اوبونتو، تمام. الديسكتوب بتاعها الجينوم، المنظر اللي انت شايفه ده، هنعرف بقى مين الجينوم ومين البدنجان ومين الكي دي اي ومين اليونيتي، كل ده كلام في الهاي في الهجايس، ما تخافش منه وما تقلقش منه بامر الرحمن. خلاص، بس ادي نسخه ايه جنب نازله ايه، اعمل لها داونلود يا فندم، اتفضل اعمل لها ايه، اعمل لها داونلود فري داونلود وايزو فايل، وابدا ان انت ايه يلا حبيبتي ايه ابداي انزل الريليس اهي، مش دعوه بيتا 1 وبيتا 2، بونتو جينوم من على الموقع بتاع بونتو نفسه وداك عليه، اتفضل ايه تعالى ايه تعالى نزلها بونتو جينوم 10 اي ام دي 64 بت. ايوه هي المحروسه ايه، هي المحروسه دي. لو مش عايز تنزلها كده دايركت 885، مش عايز تنزلها دايركت، طيب اوكي ادي الايه، ادي التورنت، ملف التورنت بتاعك، اتفضل يا فندم اهو نزلت التورنت كده خلاص اهو، مجرد ما عملت عليه كليك هينزل لي فين، في حبيبي اللي هو ايه الفيوز اهو، وهيبدا ايه يقول لي بونتو جنوم، وهيبدا ان هو ينزلها لي ايه بالطريقه المعتاده بتاعتي. اقول له ايقاف يا فندم، وايه مش وقتك يا حاجه دلوقتي، شوف انت عاوز ايه موجود، انت محتاج ايه موجود، الحمد لله كل حاجه ايه قدامك زي ما انت ايه شايف. يبقى هنا اكتر موقع هخش عليه ديسترو ايه ديسترو واتش، يعني عايز اقول لك كل يوم اعدي عليه اقول له صباح الخير يا عمنا. حلو كده لحد هنا، هل في حد يعني عنده سؤال في الجزء اللي احنا شرحناه النهارده؟ ما تقوليش بقى تربطليش بقى بالفي ام وورد دلوقتي او بكذا او بكذا، كلمني، الكلام ده طبعا موجه لاي من كان، كلمني على انت ايه اللي فهمته او ما فهمتوش في الجزء اللي ايه اللي احنا شرحناه دلوقتي بامر الرحمن، عشان نبدا ناخد حاجه جديده اللي هو الجزء الورك شوب الايه العملي. طبعا انت بتكتب 1 معناها ان انت فاهم، ما عندكش مشكله، ماشي اوكي، بس خد بالك انا لو سالتك هيبقى عندك مشكله لاني هنفخك. يلا هنوقف التسجيل ده ونبدا تسجيل جديد ان شاء الله.